مع الدكتور نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، معانا دلوقتي عبر سكايب. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير دكتور. أنا هبدأ معاكي بالتحذيرات اللي اتكلمت فيها وقراءتكم، يعني حضرتك يعني مسؤولة النهاردة بتقولي إيه، ومسؤولة في المجال الصحي بتقولي إيه للناس. هبتدي معاكي بالرسالة اللي توجهيها وتقولي يعني الموقف الخاص بالإخفاق في التعامل مع فيروس كورونا الفترة اللي فاتت دي. الحقيقة أنا عايزة أكد على جملة مهمة جدا حضرتك قلتيها، إن إحنا طبعا بنحاول جاهدين في إيجاد أحدث وسائل العلاج وللوقاية بتكون فعالة، لكن إلى الآن إحنا ما نقدرش نقول إن في تطعيم تم إقراره بالفعل ولا علاج هو خلاص هو العلاج الشافي للكورونا. فمرض كورونا فعلا مرض معدي في الأساس عن طريق الجهاز التنفسي، فبالتالي من 1 لـ10 نقول أهم حاجة نأكد عليها هي تصرفاتنا إحنا، كل فرد مسؤول عن تصرفاته وعن سلوكياته وعن الإجراءات الاحترازية. دي أهم رسالة المفروض إن إحنا يعني نوصلها، لأن هي دي اللي هتحدد مصيرنا في موضوع الموجة الثانية، وخصوصا مع بداية موسم الدراسة. فإحنا لازم نبدأ من دلوقتي. من دلوقتي ومتأخرين كمان متهيألي. أنا بتكلم طبعا. إحنا شفنا بنفسنا تجربة العيد الكبير والعيد الصغير قد إيه لما بنتهاون. للأسف مع الوقت دايما كطبيعة يعني في الإنسان الطمأنينة دي ما يعني ما اعرفش جت منين بالظبط، ما اعرفش يا دكتور جت منين الطمأنينة دي لفيروس كورونا اللي انتشرت ما بيننا هنا بعد ما كنا واخدين بالنا جدا، يعني بالرغم من انه لسه بنسمع عن حالات وفاة، لسه بنسمع عن جهود وزارة الصحة استعدادا للموجة الثانية لكورونا زي ما يعني بيقال وبتسمى الموجة الثانية لكورونا. بنسمع عن محاولات العالم كله ومصر في العقاقير، في المصل، في الدواء لكورونا. طيب الناس كده يعني اطمنت ازاي؟ بالظبط، خلينا اقول كل الكلام ده وكل المجهودات دي في كفه، وسلوك كل فرد فينا في كفه الحقيقه يعني. فدايما نقول الوقايه خير من العلاج، واحنا عارفين كورونا بيجي ازاي وازاي نقدر نمنعه. فدي نقطه فعلا من اهم النقط اللي محتاجين نتكلم فيها. طيب ناخد بقى موضوع التجارب السريريه ونشوف اخر التطورات مع حضرتك بالنسبه لهذه التجارب. الحقيقه طبعا كان في بدايه كذا تجربه اكلينيكيه للعلاج، وحاليا طبعا احدثهم هي التجربه الاكلينيكيه في المرحله الثالثه للوقايه عن طريق تطعيم نوعين من اللقاحات كان انشاها الصين، وحاليا بيتم في فاكسيرا وفي القطاميه. وطبعا هي مستهدفه افراد اصحاء، فبالتالي دي من ضمن يعني نقول الحاجات اللي احنا مستنيين نتائجها كلنا انها تكون مؤكده، عشان في حين ثبوت فعاليه التطعيم هنقدر ان احنا نبروسيد او ناخد خطوه في التصنيع وفي الانتاج وفي نقول ايه تناول اللقاح باذن الله. ان شاء الله يعني يكون في عقاقير تثبت فعاليتها. يعني هل تم التوصل لأي حاجة في عملية البحث عن دواء لكورونا؟ الحقيقة احنا كنا في 3 تجارب كلينيكية حاليا داخل وزارة الصحة، طبعا في تجارب أخرى كتير خارج الوزارة وفي العالم كله، بس خلينا أقولك احنا بنحدث حاليا بروتوكول العلاج كلجنة علمية بقى لمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة. احنا حاليا بصدد اصدار الفيرجن او النسخة الرابعة من بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وبيبقى موحد يعني للجميع. والحقيقة خدنا في الاعتبار نتائج الابحاث اللي كانت شغالة على الكورونا، من ضمنها طبعا استخدام بلازما المتعافين، واستخدام احد العقاقير الخاص بفيروس سي، واستخدام احد العقاقير الخاصه. كل دي كانت ادويه اوريدي يعني موجوده في السوق لكن بنستخدمها لهدف اخر هو الكورونا. احد العقاقير الخاص بنقول كان معين من الطفيليات. ان شاء الله يعني يكون معانا اخبار كويسه، خاصه واحنا بنستعد لعام دراسي جديد، واكيد يعني كلنا نفسنا نطمن ان الدنيا ان شاء الله هتمشي كويس باذن الله. ربنا حافظ يعني وحامي لكل الولاد ولكل الناس، ربنا يشفي كل مريض ويديم الصحه والعافيه على الجميع. دكتور نهى عاصم مستشار وزيره الصحه للابحاث، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.